الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا المنبر منبر لبيان الحق، وخاصة داخل الجامعات السودانية، ونحن لا نعرف في كلامنا اللف والدوران، وهذه الجامعات ملئت بالأفكار المختلفة كما بيّن لك الشيخ مازن، أفكار تنكر المسلمات والضروريات من الدين، وتطعن في الإسلام، وتطعن في نبيه عليه الصلاة والسلام، وتريد أن تسلب شباب الأمة المسلم الذي يرجى منه أن يوعي الأمة وأن يبصر الأمة بدينها، يريد أن يمسخ يريد أن يمسخ هذا الشباب إلى شاب لا علاقة له مع دينه إلا بالإسم، وهذا هو سبب ضعف الأمة. إذا ابتعدت الأمة عن دينها ضعفت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام أبي داود وأحمد وغيرهما، قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وهذا الحديث منطبق تماما على واقع الأمة اليوم. قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. زي ما انت بتشوف لك مجموعة من الناس بيجوا للقصعة، الإناء بتاع الطعام، بيجوا مجموعة يأكلوا فوقه، الأمة الإسلامية بقت زي القصعة دي، والدول بتاعت الكفر والإلحاد والضلال بقت تهاجم الأمة الإسلامية، أمريكا، إسرائيل، غير من الدول، بقت الأمة ذاته جوا مشتتة ومشرذمة، بيجاي في ناس داعش قايمين، بيجاي في ملحدين شيوعيين، غير من المشاكل، أمة مشتتة وتعبانة، أمة ضعيفة، لم تكن الأمة كما كانت عليه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمة في الزمان السابق، زمن النبي عليه الصلاة والسلام وزمن الصحابة، أمة قوية، دولة قوية، ناس متآلفين متحابين، ليس بينهم إلا المودة والمحبة وحب الخير لبعضهم، ويواسي كبيرهم صغيرهم وغنيهم فقيرهم، هكذا كانت الأمة. السبب شنو؟ الفرق الأمة دي وجاء فيها الضعف والهوان، أسباب كثيرة. من هذه الأسباب تفرق الأمة إلى أحزاب وشيع وجماعات وطرق، ودما من الدين في شيء، ليس من الدين الأحزاب، وليس من الدين الجماعات، وليس من الدين الطرق، وليس من الدين أن يفرق الناس. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الروم: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وده بيفرق الأمة، لأنه ديل بتلقاهم ثلاثة أنفار بيجاي شيوعين بيقولوا الله ماف، بيجاي بتلقى واحدين اتحاديين ناس الفتة والزلابية، بيجاي بتلقاهم جبهجية، فهمت؟ هي لله إمن ذاته ما عارفينها، فهمت؟ بيجاي بتلقاهم صوفية، دراويش ودلاليك وموالد وبدع وضلالات، وبيجاي تلقاهم شنو، بيجاي تلقاهم شنو. الأمة بتتفرق، وما في زول بيقتنع بكلام الثاني، عشان كده ربنا قال لنا ما تبقوا زي المشركين. الحالهم شنو؟ إنهم يتفرقوا لأحزاب ولشيع ولجماعات. ويا أخواننا، هذه من دسائس أعداء الأمة من اليهود والنصارى. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: آل يهود والنصارى. قال: فمن؟
يعني هم ذاتهم. اليهود والنصارى اتفرقوا، الأمة تتفرق. اليهود والنصارى قالوا الديب ما نافع معانا، كثير من الناس من الأمة بقولوا اليهود والنصارى يعملوا بدع في دينهم، المسلمين يعملوا زيهم. ناس تلقاهم مبارين اليهود والنصارى، الواحد تلقاه حتى في شكله تلقاه لابس كيف، تجي تقول له يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام قال إزرة المسلم إلى أنصاف ساقيه، ولا حرج ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. لك يا أخي الناس واعين يا أخي، ده شنو ده تقطعه وكذا القماش ناقص يعني، استهتر بك. لكن ثاني يوم لما جون سينا يجي يلبس ثلاث أرباع تلقاه لابس، أهم قالوا جون سينا أسلم يعني، لابس زيه ليه؟ لكن ده الاتباع الأعمى لليهود والنصارى. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اتباع سبيل اليهود والنصارى، نهى عن اتباعهم. ومن اتباعهم التفرق، التفرق عرفته. الأمة لما تكون جاهلة وما معتزة بدينها، والأحزاب والجماعات اللي بتجي هنا دي دايرة تغرس في نفس الطالب إنه أنت الآن في يعني أنت ذاتك في مكان ما المفروض تكون قاعد فوقه. شنو يعني تقرأ دين؟ دارين يوصلوا لك المعلومة دي، دار يوصلها لك، يقول لك ما المفروض تقرأ دين، والناس ذاته مشوا القمر، الناس يقول لك مشوا القمر، كأنه هم من الناس المشوا القمر وجاي هنا راجع دار يورينا عن القمر، وإحنا قلنا ليه ما تكلمنا. كأنه الدين بقيد الإنسان، وده الأسباب بتاعت العلمانية النشأت في أوروبا. أسباب شنو؟ أول حاجة إنه الدين بتاع النصرانية محرف، الدين النصراني ده اللي بيسموه الناس مسيحية دين محرف. لما ترجع لكتابهم ده اللي بيسموه كتاب مقدس وهو كتاب محرف، تلقى فوقه كلام شيبك إنه الأنبياء زنات يمارسوا الزنا، ده في كتابهم المحرف. ناس اللي بتلقاهم عندهم صليب فهمت، وبيحتفلوا براس السنة وعيد الكريسماس، تقال ده اللي بيحتفلوا بشنو؟ بيحتفلوا بالكفر، وبقولوا ربنا سبحانه وتعالى عنده ولد. ولما تجي تلقى اللاعب، الناس اللي بيحضروا المباريات، الناس الكفار البرة، واحد تلقى لاعب لما يخش الميدان بيعمل كده، مش تقال ده بيعمل في شنو؟ بيقول باسم الأب وباسم الابن وباسم الروح القدس إلها واحدا آمين. يعني الله الله وعيسى الله والروح القدس الله، ثلاثة الله لكنهم الله واحد. ده بيخش العقل، عقل صاي بيخش، واحد زائد واحد زائد واحد بيساوي واحد. ها الناس مباريهم ما عارفين، وقد تلقى زول جاهل يقوم يقلدهم في الكفر والباطل بتاعهم وهو جاهل ما عارف، عرفته. ولذلك أخواننا لابد الإنسان يكون واعي، يكون عارف. ده من أسباب النشأة للحاد، لما زول يشوف دين زي ده ما بيتبعه. لما تجي تشوف دين بينتظروا النصارى الزمن ده في أوروبا، قالوا خلاص الغيامة فضلها وقت قصير، ونحن راجين الغيامة لا بنعمر دنيا لا بنعمل أي حاجة، بس نوقف أي شيء بس ننتظر القيامة. الزول العاقل ما بيعمل كده. والإسلام الذي يوافق العقل ولا يعارض العقل ولا العقل يعارض الإسلام، قال لك لما تقرب الساعة أو لو جات الساعة، النبي عليه الصلاة والسلام قال وفي يد أحدكم فسيلة، يعني حاجة دار يغرسها شتلة أو غيره، قال فإن استطاع أن يغرسها فليفعل. شوف الدين الإسلامي كيف والدين النصراني كيف، كويس. الدين الإسلامي جب إنه نعبد ربنا سبحانه وتعالى براو، وكذلك كل الأديان، لكن ذي حرفوا النصرانية أو حرفوا المسيحية التي جاء بها المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، حرفوها. المسيح عليه السلام ما جاءهم إلا لعبادة الله وحده لا شريك له، قال الله سبحانه وتعالى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فكل الأنبياء وكذلك في سورة مريم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت
وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، إلى غير ذلك من الآيات. ده الإسلام. أما النصرانية قالوا شنو؟ قالوا عيسى ده صالح، ومن شدة ما صالح نحن بنصرف له والعبادات، لأنه هو قريب من ربنا سبحانه وتعالى، ونحن ناس عندنا ذنوب ومعاصي، عشان كده لابد نتقرب لله بعيسى الصالح، نتقرب به لله. وده برضو حرم الإسلام كما في سورة الزمر، ربنا سبحانه وتعالى قال ألا لله الدين الخالص. الدين يا أخواننا ما في واسطات، ما في واسطات، ناس الدنيا عندهم واسطات، دار تمشي تشتغل لابد، الآن عندنا الواقع بيقول إنه لابد تجيب لك واسطة وتزكية عشان يشغلوك في المؤسسة الفلانية ولا غيرها، دعي الناس الدنيا. لكن ربنا سبحانه وتعالى لا أمرنا بواسطة ولا يحتاج إلى واسطة. تدعو ربنا سبحانه وتعالى طوالي، ربنا قال وإذا سألك عبادي عني فإني شنو؟ قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. داير تسأل الله، تسأل الله طوالي. الله ما عنده وكلة ولا عنده شركاء ولا عنده أنداد ولا عنده ناس بيرفعوا له أمر العباد، ربنا سبحانه وتعالى بيسمعك طوالي. لكن النصارى قاموا قالوا لا، الله بيحتاج واسطة. وللأسف الشديد في المسلمين في ناس قالوا الكلام ده ولا ما في؟ في ولا ما في؟ الليلة الشيوخ بتاعنا الطرق القاعدين ديل قاعدين يسوي شنو؟ شغلتهم شنو؟ في الشريعة الإسلامية في وظيفة اسمها شيخ طريقة؟ ما في. يقول لك إذا كنت في هم وغم فقل يا ميرغني آتيك بسرعته. أول حاجة ما بتجيني بسرعة، كذاب، ولا بتسمع دعائي، كذاب، ولو سمعت ما بتقدر تديني، كذاب. وبعد الكلام ده شرك وكفر. الدليل شنو؟ ربنا سبحانه وتعالى قال ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه، من دون منه؟ من دون ربنا. طيب هل المرغني ربنا ولا دون ربنا؟ دون ربنا. الملائكة والرسل دون ربنا، الأولياء والصالحين دون ربنا. ربنا قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. شوف القرآن ده بليغ كيف. عشان كده أنا لما يجيني الشيوعي ولا العلماني اعمل فوق الود بتاع جدعات، والود بيعرف سياسة والود متفلهو عرفته وعنده عقلانية، يقول لك إن الوحدة الوطنية تحتاج إلى وجود كيانات متكيفة في ظل الإطار الكيفي أو التكيف الإطاري في كيفية واضحة التكيف والسندكالية، ده بعتبره ذو البليد ساكت، لأنه لا فاهم ولا داير يفهم ذاته. القرآن ده حجج واضحة. ربنا قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. انت عارف القطمير ده شنو؟ القطمير العلماء قالوا ده القشرة، القشرة البيضاء في نواة البلحة. ربنا قال لك اللي بتنادي تقول لي يا فلون في الشدائد، زي ما النسوان للأسف الشديد شرك في أي ملف تلقى شرك، في سيرة تلقى شرك، يا بشرة إن شاء الله راجل مرة مشركة وبايرة، مشركة وبايرة، أسيدة بيعمل شنو؟ فهمت؟ فربنا قال ما يملكون من قطمير، ما عنده. أنا ما بسأل الزول ما عنده، يعني الليلة أنا لو خشينا امتحان، الليلة في الجامعة دي خشينا امتحان، عندي صاحبي جاري البيجاي ده عنده قلم واحد بيكتب بيه، وداك عنده قلمين، بقول له منو؟ وفي واحد ما عنده قلم ذاته، ما ممكن أقول له ما عنده قلم أديني قلم زايد، وما عنده قلم. ديل ما عندهم، ربنا اللي عنده. ربنا قال والذين تدعون من دونه ما يملكون شنو؟ من قطمير. إن تدعوهم لا ما لا يسمعوا دعاكم. لو ناديته ربنا قال لك ما بيسمعك. ربنا قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم، يعني لو سمع مناداتك له ما بديك. ربنا قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الكلام ده لا ينبئك مثل هذا الكلام خبير مثل الله سبحانه وتعالى، فهمت؟ لأن الله هو العليم الخبير. فربنا سبحانه وتعالى ما محتاج واسطة، ولا الإسلام جاب واسطة. لكن تعال شوف الليلة
تعال شوف البدعة جابوها. في زول يجي يقول لك يا مولانا ليه تتكلم في الناس ديل يا أخي، ديل دخلوا الإسلام في السودان. لا لا، ما دخلوا الإسلام في السودان. الإسلام دخل السودان سنة 32 أو 33 هجرية، زمان الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. والزمن داك دخل به عبد الله بن أبي السرح، دخل به، وأول مسجد للمسلمين في عهد الصحابة في دنقل العجوز، في دنقل العجوز هناك مسجد عبد الله بن أبي السرح، لغاية الليلة موجود الآن، الناس بيصلوا فوق، أنت فاهم؟ ده أول مسجد. وأما الصوفية باعتراف الصوفية ذاتهم في كتاب اسمه طبقات الضيف الله، اعترفوا به الصوفية، بقروا في جامعة الخرطوم جامعة السودان وعملوا احتفال كبير، قالوا الكتاب ده كتاب سمح وده كتاب بتاع تصوف. في الكتاب ده انت شايله معاك يا مازن، جيبوا على كده. قالوا الصوفية دخلت في النصف الثاني من سنة 950 هجرية. دائما نحن هنا بنجيب لك كتب الناس، زول قال كلام بنجيب كتابه ونرد عليهم، عرفته؟ ما بنجي شايلين يدينا ساكت زي ما بيعملوا التنظيمات دي. تنظيمات بس بتجي هنا لتضحك الطلبة وتفسد عقائدهم وتفسد أديان. ده الكتاب، والكتاب ده مطبوع في الدار السودانية للكتب، أكبر مكتبة في السودان لطباعة ونشر الكتاب، عرفته؟ فهنا من البداية الصفحة 7-8 بيتكلم عن دخول التصوف للسودان، عرفته؟ فقال في أوائل النصف الثاني من القرن العاشر يعني سنة 900 ولي الملك عمارة أبو سكيكين الشيخ عجيب المنجلوك. ففي أول ملكه، طبعا الكتاب ده مكتوب باللغة الدارجية، وأخذ به المحقق بتاعه دكتورة من جامعة الخرطوم، هذا الكلام كله مكتوب من أهالي جزيرة توتي. قال ففي أول ملكه قدم الشيخ إبراهيم البولاد من مصر دار الشايقية، ودرس فيها خليلا والرسالة، مختصر خليل وكتاب شنو الرسالة، وانتشر علم الفقه في الجزيرة. ثم بعد يسير قدم الشيخ تاج الدين البهاري من بغداد، الشيخ تاج الدين البهاري من بغداد، وأدخل طريق الصوفية. ده في القرن الكم قال لك؟ القرن العاشر. قال في دار الفونج. ثم قدم التلمسان المغربي على الشيخ محمد بن عيسى سوار الدهب، وسلكه طريق القوم، وعلمه علم الكلام وعلم القرآن من تجويد وروايات ونحوها إلى آخر الكلام القال. فدخل التصوف السودان بتين في القرن العاشر، يعني من سنة 33 لغاية القرن العاشر السودان يا أخواننا كان الإسلام على إسلام الصحابة. ما في صحابة رضي الله عنهم بيكون عندهم دين زي الموجود هنا في الكتاب ده. عشان كده عبد الله الطيب زمان مع خلافنا معه قال الكتاب ده كتاب بتاع مجانين، ده عبارة عن قاموس للجهالة. أنا أفتح لك بعض الكلام الغريب مرة واحدة، الصفحة 34 من الكتاب، وهذا الكتاب ذاته بتاع الزول. أيوة، قال من كرامات الشيخ، قال ويحكى أن طلبته تلاميذ قالوا له يا سيدي نطلب منك أن ترينا الطيران في الهواء، يعني من عندهم حاجة اسمها كرامات الصوفية. والكرامات يا أخواننا ثابتة بالقرآن والسنة، ما في زول بينكرها، والبنكر الكرامات كافر، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة آل عمران عن مريم عليها السلام كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها شنو؟ رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو شنو؟ من عند الله. لكن العلماء قالوا الشرط في الكرامة إنه صاحبه يكون متابع الكتاب والسنة، وما يجي حاجة يجيب حاجة تخالف الكتاب والسنة. طيب، قال فقالوا له يا سيدي نطلب منك أن ترينا الطيران في الهواء. قال فطار بعنقريبه في الهواء والناس تنظر لذلك، ثم نزل محله نفعنا الله به دنيا وأخرى. دي كرامة هسه، طار بعنقريبه، وأنا لو شفت لي زول طار بعنقريبه بقعد ذاته، عرفتها؟ طيب، الصفحة 197 وغريب، الصفحة 197 والكلام ده أخواننا نشره، وقالوا زول اللي بيقرأ كتبنا دي يعني حيحصل مراتب عليا من الولاية وكده. طيب، قال الشيخ موسى بن يعقوب
الفضل الوثيق أما وأبا. أمه اسمها مرجب ريحانة. من أخباره هو القطب الرباني والغوث الصمداني، زمزم الأسرار ومعدن الأنوار. طبعا دي كلها ألقاب فارغة ساكت. ربنا قال ولا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. يقول لك ده زول الكبريت الأحمر وبحر العلوم والإمام المطمطم والبحر المعمعم، وكذب ساكت تلقى ما بيعرف يصلي ذاته، البحر ده ذاته تلقى ما بيعرف يصلي. طيب المهم قال ووقعت له كرامات. طبعا ليه هم بيقولوا لك الكلام ده؟ عشان تقول يا سلام الشيخ ده خطر، انت ما سمعت البرع قال شنو؟ ها؟ او ده داك ود حاجه الماحي. قال يا حسن بجلابيه التمساح دخل الشيقيه، ما سمعته بالمدحه دي؟ ها؟ قال التمساح خش دار الشيقيه وداك قام نادى ود حاجه الماحي نادى 99 ولي. اسي لو قال يا الله الله براه ما كفايه، ربنا قال اليس الله بكاف عبده، نادى 99 ولي. قال اي ولي فك النشاب بتاعه، طبعا كلها حجاوي ساكت، حجاوي ما في اي دليل. فك اي واحد فك النشاب بتاعه وكتلوا التمساح. يا خمشي نادي الجماعه بتاعنا الشرطه ولا الحياه البريه بطقوا لك وبينتهوا منه، ولا جيب لك قرقاب ولا مصيبه زمان فهمت، ولا كوكاب اطعنوا به والتمساح بيموت، شنو تنادي لك وتشرك بالله سبحانه وتعالى فهمت؟ طيب قال منها من هذه الكرامات قال علمه بمنطق الطير. الشيخ كان بيعرف شنو؟ لغة الطير، ده من الكرامات. يا اخوان اللي بيعرف منطق الطير هو من؟ سليمان عليه السلام. ومعجزات الأنبياء دي ربنا سماه معجزة ليه؟ معجز، المعجز في اللغة هو شنو؟ هو الذي أعيا غيره. الإعجاز الإعياء. بيقولوا عجزت الدابة عن إدراك أخواتها، يعني أعيت وكلت ما قادرت تحصله. فهنا العلماء سموا الآيات أو المعجزات لأنه باقي البشر من غير الأنبياء ما بيقدروا يجيبوها. فده قال لك برضو نحن عندنا. قال منها علمه بمنطق الطير. يلا أسمع الكلام. قال ذات يوم هو جالس والمشاط يمشط رأسه، قابلته طيرة بقوة البيت بالطاقة، يعني فتحة الطاقة فوق. قال فسكسكت، فسكسك هو لها. طبعا من المنطقي انه الطير بيسكسك مش، لكن الغريبة انه شنو؟ انه الشيخ ذاته سكسك لها. قال فطارت. قال ثم جاءت طيرة اخرى فلما قابلته سكسكت فسكسك لها. فقال له المشاط سألتك بالله الذي لا اله الا هو، الطيرة ان قالت لك وانت ان قلت لها؟ قال امرأة مع زوجها وفقت بينهما. رأيكم شنو يا اخوان؟ قال له الدبرك ده كان دار يطلق عشوشة لكن قلت له رجعها. يا ناس ده ما هذا الكلام، كلام ما هذا ليه؟ عرفته؟ دي المناهج يا اخواننا. وده السبب انتشار الالحاد، ده السبب انتشار الالحاد يا اخواننا بين المسلمين. عشان كده بيجيك واحد شيوعي يقول لك يا زول ده ما دين. عشان كده نحن ملحدين، كونه ده ما دين صحيح، لكن انت بقيت ملحد عشان الكلام ده برضه باطل يا شيوعي. شيوعي بيجي يقول لك الله ما في، يمكن يكون الحمد لله ربنا عافاكم في الجامعه دي من الشيوعيين. هنا في شيوعيين ما ظنيت فيه، لكن قد تلقوا مثلا في جامعه البحر الاحمر، احنا بنعرف ناس باسمائهم، وناقشنا واحدين في الخرطوم، في جامعه الخرطوم وجامعه الجزيره وجامعه كسلة، واحد بيجي يقول لك، واحد مره قال لي قال اقنعني بوجود الله في جامعه السودان. قلت له طيب انتوا بتقولوا كشيوعيين ما بتؤمنوا بالله لانه بتؤمنوا بنظريه داروين اللي بتقول اصل الانسان كان عباره عن قرد، والقرد اصلا كان عباره عن خليه اوليه في مستنقع قزل، صح ولا ما صح؟ قلت له طيب الخليه دي جات من وين؟ جات من وين؟ ما هم عندهم الشيوعيين نظريات ماديه، نمسكهم بنظرياتهم دي ذاتها. انت بتقول الماده لا تفنى، وان كان عندنا برضه راي في القانون ده ذاته، عندنا فيه راي الماده لا تفنى ولا تستحدث شنو؟ من عدم مش؟ طيب الخليه الاوليه دي استحدثتوها من وين؟ جات من وين؟ قال لي ما كانت في المستنقع. قلت له المستنقع كان وين؟ ما هو داري يصل معاك انه دي ما خلق الله عشان ينكر لك شنو؟ وجود الله. طيب المستنقع ده ذاته الخلق منه؟ قام قال لي في نظريه اسمها الانفجار العظيم. طيب قلت له برضه الانفجار لابد يكون في بيئه بتاعت انفجار وفي مواد متفجره، انفجرت من وين؟ المتفجره دي ذاتها جات من وين؟ ما بيقدر يتكلم.
لأنه مهما تقول لي لو قلت لي دي المستنقع كان عبارة عن دميرة، والدميرة كانت أبو عشرين، وأبو عشرين كان جدول، والجدول كان كفة موية، والموية كانت أكسجينتين. من وين جاء الأكسجين الأولى ديك؟ من وين جاء؟ شوف ما عندك خيار إلا إنه تقول لي شنو خلق الله. لأنه بالأشياء ده بمنطق بسيط نقول له الكرسي ده، لو جيت قلت لك الكرسي بالشكل بتاعه ده طالع ونازل وماشي وكده وبالطريقة دي وما عنده يدين، قلت لك ده بس جبراو بلاستيك، لاقى بلاستيك بس، هل بيصدق؟ لو قلت له التلفون العادي ده اللي انت شايله يا شيوعي تلقاه خاشي ويتكلم مع البنود بالليل في الداخلية، تلقاه قاعد له في جحر لو خش فوق وضب نفسه ينقطع تلقاه بيتكلم. التلفون اللي بتتكلم به ده جا كيف؟ هل جا كيبات إلا قال لين كفرات ومعين بطارية تلاقن في الشارع يتلمن قالوا كده فلنكون موبايل سامسونج حصل؟ يبقى شوف العقل بيقول، لو الشيوع عنده عقل بيقول لك إنه أي فعل لابد له من شنو؟ من فاعل. أي فعل لابد له من فاعل، وإلا الشيوع أنا بكسر لك راسك، أقول لك راسك يتكسر صدفة ولا كيف؟ فهمت؟ ولذلك يا أخواننا المنهج ده سبب انتشاره شنو؟ العقائد الزي دي الباطلة. الإسلام يا أخواننا ما فوقه وسايط. النبي عليه الصلاة والسلام أفضل البشر، كان مركب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رديفه على حمار، فقال له يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. احفظ الله معناه شنو؟ معناه أوامر الله خليك معاه، ونواهي الله أبعد منه. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألته، لو كان في بني آدم بجوز إنه يدعوه وزول بيدعوه من دون الله لكان ذلك الرجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بعد كله قال له إذا سألت فاسأل منه، فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. عشان كده ما تخاف، الناس ديل بيخوفوك. في زول تلقاو يقول لك والله يا أخوانا الكلام ده موافق للفطرة، لكن أبويا الشيخ ده صعب يقول لك. أنت ما سمعتها جريدة الدار؟ تلك الجريدة التي لا تجيب إلا الكلام الفارغ. ما أعرف لك حمارين، اختفاء حمارين بأم درمان يسبب الرعب قال الشديد في الخرطوم، وكم حمار اختفى والله العظيم. ها يقول لك غنمايا في الحاج يوسف تلت تيمان تيسين، وفي غنمايا بتلت لها جدادة ما صحة تلت تيس، لكن عشان يوهموا الناس جايبين واحدة في العزازي منطقة في الجزيرة دي، قالت الشيخ المكاشفي ده من شيوخ الطرق الصوفية المشهورين في السودان، قالت جاها وعمل لها عملية وجاب معه شاش من الجنة، قال الجنة فيها شاش. والله الكلام ده جابته جريدة الدار قبل 4 أو 5 سنوات، وجابين معاه لغاه في الدار وكذا، والمرأة التي جاء شاش من الجنة. يا ناس الجنة فيها ما تشتهي الأنفس، لا الجنة فيها ما تشتهي الأنفس، ما فيها شغل الصيدلية. أنت بتشتهي حقن وشاش في الجنة لو خشيت؟ تشتهي حاجات زي دي؟ بتشتهي فواكه وتشتهي وحور عين وتشتهي ظل ظليل، فهمت؟ ومغفرة من الله، ده اللي بتشتهيه، لكن ما بتشتهي كلام فارغ زي ده. ولذلك أخواننا التصوف ده ضرب بأطنابه في البلد، فهمت؟ بيجاي تلقى الختمية يجي يقول لك يا معشر الخلق من جن ومن بشر، هل شوف الكلام ده كبير كيف، هل تنكروا قدرنا أم تجحدوا فضلنا؟ نحن الملوك وجميع الملك أجمعه أعلاه أسفله في طي قبضتنا. وطيب نازل انتخابات مالك؟ ما كانت تشيل الجبهجية ديل لو صحيح انت ماسك. يا ناس هوا ساكت، كلام فارغ ساكت، عبارة عن ممالك وهمية. مش بيقول لك في حاجة اسمها العالم الافتراضي ده هو اللي عايشين فوق الجماعة دي، وللأسف انه مخوفين كثير من الناس. قال نحن الملوك وجميع الملك أجمعه أعلاه فوق وتحت في طي قبضتنا، وجود آدم منا كان منشأه. الختمية قالوا كده، قالوا وجود آدم ذاته كان مننا نحن. جمال يوسف من أنوار بهجتنا، يوسف عليه السلام ربنا اداه الحسن. النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة أسري بي وقد أعطي شطر الحسن، قالوا ده كان من وجاهتنا نحن. يا سلام عليك.
معقول انت تشبه يوسف عليه السلام؟ يا ربنا وصف جمال يوسف عليه السلام. شوف من الجمال ده، امرأة العزيز جمعت النسوة لما نتكلم حولها، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز شنو؟ تراود فتاة عن نفسي قد شغفها حبها إنا لنراها في ضلال مبين. طوالي قامت جابت لين، شوف النسوان دير كيد عظيم، زي ما ربنا قال جابت لين فاكهة العلماء قالوا بيقطعوها بالسكين، وقالت اخرج. طبعا هي ما دايرة تاكل الفاكهة، لكن دايرة توريهم ليه وزول ده شغفها حبها. قال وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت ربنا قال فلما رأينه أكبرنه، أي أعظمنه. وفي بعض الروايات عند علماء التفسير قال حضنة، يعني مما شاف يوسف عليه السلام الوحدة حاضت من غير ما تشعر. شوف الجمال ده كيف، تقول له الختم انت ولا انا اشوفك الا يشيل معانا ليمونة، فهمت؟ قال ربنا سبحانه وتعالى قال وقطعنا ايديهن، قطع يدين هما شعرات من الجمال، وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم. جمال عجيب. انا دار اوريك صوفيا دي الحصل وين. قالوا جمال يوسف من انوار بهجتنا، قال نار الخليل خبت من سر تفلتنا. نار الخليل الوقعوا فيها المجرمين من قومه، ها قال الختم بس بزغنا فيها توف كده قال انتهت. وربنا قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. قال ونار موسى اضاءت من محاسننا، والطور دك وخر موسى منصعقا لما راى النور اجلالا لبهجتنا، الى ان يقول نحن المراغنه الاخيار من قدم، الختم منا وغوث الكون خادمون. غوث الكون خادمنا، عرفت؟ وكلام غريب جدا تلقاه عند هؤلاء الطرق. ده كتاب البرعي، فهمت؟ ده عند دعنا هلنا هناك في الغرب، ده كتابه ذاته عنده رقم ايداع، عشان بعدين ما يجيك واحد يكون من العطاله ديل يجي يغش يقول لك لا كتب دي جابوها الجماعه ديل. طيب رغم الايداع كيف انت الان في مرحله بتاعت بحث علمي وتعليم عالي، المفروض تبحث وتفتش تكون زول واعي، ما يغشك اي واحد من التنظيمات ديل. فهنا حاجه اسمها رقم الايداع. رقم الايداع ده انا لو زدت حرف في الكتاب او اتقولت عليه ولو حرف واحد من حقه يفتح فوق بلاغ. طيب وهنا دي صورة ابوك الشيخ ذات جايبين غاتس في مويه، انا ما اعرف على غاتش يعني. المهم ودي هنا قال لك الناشر مركز الاسباط للانتاج الاعلامي والنشر، النشر منه ناس الاسباط. وهنا التلفون قاعد، ولا التليفاكس قاعد، والايميل بتاعهم قاعد، يعني ممكن تتاكد باقل من ثانيتين، تديهم مسكول، ترسل لهم في البريد، تسالهم تقول لهم عندكم كتاب زي ده. طيب افتح الصفحه في مدح الشيوخ. طبعا الجماعه ده بيقول لك الوهابيه زي ما هم بيسموا السلفيين، ونحن ما وهابيه لكن هم بيسمونا كده. قالوا الناس ديل بينكروا المديح، نحن بنقول لهم المديح موجود. حسان بن ثابت مدح النبي عليه الصلاة والسلام وفي مدايح كثيرة جدا وقصص طويلة، ومنها ما روته أم المؤمنين عائشة في صحيح مسلم لما جابوا سفيان بن الحارث ودعمت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ود عمته، وهجى النبي صلى الله عليه وسلم هجاه وطلع فيه قصيدة شينة جدا في النبي عليه الصلاة والسلام، من قبحها أن العلماء حذفوها لأنه قالوا أقذع فيها إقذاع شديد. فجاء حسان رضي الله عنه بعد أن جاء عبد الله بن رواحة، قالت عائشة رضي الله عنها قالت فهجاه فلم يغني، ثم جاء غيره كعب فلم يغني، حتى جاء حسان بن ثابت قال ولسانه يدلع. يدلع معناه شنو؟ معناه بخشه بيمرق لأنه داير يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك حتى يلخص لك أبو بكر نسبي فإن لي معه نسبا، لأنه كان قريب النبي صلى الله عليه وسلم، لو هجاه حيهجوا معه منه النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر الصديق لخص له وقال له الزول ده من بني عبد الدار، لأنه كلهم من قريش عرفته، والنبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، فأنت قال له تشيل بني عبد الدار بغادي. فقام قال له هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، هجوت محمدا برا تقيا رسول الله شيمته الوفاء، فإن
فإن نفسي ووال فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاو أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء. وقصيدة طويلة جدا كان بيمدح النبي عليه الصلاة والسلام. أما الشغل بتاع الصوفية ده ما مدح، يجي يقول لك الكباشي القيد في شبله. هل النبي صلى الله عليه وسلم اسمه الكباشي؟ وشنو شبله دي شميزاته؟ ها؟ جيت أزور جبله، جيت أقيف قبله، لولا حوزقله دردقوا نبلوا عدموا الصوفة وفي الفريق زقلوا. داسي مديح ولا ده شيخ ولا ده في كسلة هات الختمية. قالوا لأنه جلابته بتنور، لأنه زول ملان إيمان، قالوا جلابته بتنور من بعيد. ها؟ أنا ما أعرفها بتنور اقتصادية ولا لمبة حمراء، الميم بتنور من بعيد. قال كويس. قام البرعي قال له نحن أفضل من الختمية، السمانية أفضل من الختمية، لأنه قال له جلابتك اللي بتنور دي ذاتها الخيتنا نحن، يعني نحن أصعب منكم. أو الساكت. طيب هنا ده الكتاب بيمدح في شيخ أحمد الطيب. يا نفسي أمرحي لطيب مرحي بزيارته تفرحي يوم القيامة، والله تتورطي. طيب قال فهو الغوث الكبير، وربنا قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. البغيث هو الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كربه وحزبه أمر يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ذاكر مولاه الواحد الكبير. قال ناب عن رسول زي طلحة والزبير، ده أحمد الطيب. قال يحضر مريده في النزع والجبير، يحضر مريده، الشيخ بيحضر المريد، يعني يجي عنده في النزع لما يجي يمرق الروح وفي القبر. تقال بيعمل شنو في النزع؟ يجي يلقنك لا إله إلا الله حتى لو الشيخ ميت. ما هو بيتكلم عن أحمد الطيب، أحمد الطيب حي ولا ميت؟ ميت. قال بيحضرك، بيجي يقول لك قل لا إله إلا الله، ها وكده. وفي القبر ذاته، طيب في النزع نفترض معاك انه قول بيجي الخليفه بتاعه، نفترض مشينا لك في القبر، كيف في القبر بيلقنك؟ يلقنك من ربك؟ قلت ها لا ادري زي المنافقين. الشيخ بيقول للملكين اللي بيسالوا الزول ده رب الله، الزول ده رب الله. ما دينك؟ جاوبت خلاص، ما جاوبت دين الاسلام. ما نبيك؟ اذا جاوبت خلاص، ما جاوبت يقول لك نبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جوابين، انت الشيخ دار تجيب جواب ثالث؟ يا تقول ربي الله ديني الاسلام هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم ما علم قرات القران، او تقول ها لا ادري، لكن ثاني جواب ثالث ما في. ده قال لك في جواب ثالث، لو بقيت سماني الشيخ بيقف معاك في القبر. وكمان بتاع النيل ابو قرون قال شنو؟ قال يا ليل ليلك جكن ولدك في جوف وتمكن لرب الخيل جكن دربهم زلقيب ومطيا يوم الحلوق الكظم ابو قرون بيجيشه تنظم. انت قال لهم اشي كاتل سلفاكر بيجيشه؟ قال بيخشوا الجنه. قال وزي ما قال ود بدر، قال لكل شيخ طبل يوم القيامه. اي شيخ عنده طبل دي النوبه يوم القيامه. وربنا قال عن يوم القيامه وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع إلا شنو؟ إلا همسة ولا إلا نوبة؟ إلا همسة. وبعدين النوبة دي مكونة من جلد الفكي، الغنماء دي تجي لابسة جلابتك ولا تجي لابسة جلدك أنت ولا تلبس سيوتر ولا سوي شنو؟ يوم القيامة. وده كله يدل على الجهل والسفه، عرفتها؟ فعشان كده قال بيجي يقطعهم الصراط، قال لكل شيخ طبل يوم القيامة، الناس بيسمعوا الطبل وبيجوا معاه وخشوا الجنة، وده كله لعب. لغاية ما قال شنو؟ قال كرامات ما بتنعد كالبحر بل أزيد. قال منها شنو؟ منها كثيرة. قال له سلم يا ولد القلب البيت ولد. قام شرح البرع براو هنا في الصفحة رقم 42، ده الكتاب حقه. قال أورد هذه الكرامة صاحب الأظاهير عبد المحمود نور الدائم بتاع طابط. قال نسبها للشيخ يعقوب الصليحابي تلميذ الشيخ أحمد الطيب. قال كان للشيخ يعقوب تلميذ وله 6 بنات، فشكى له يوما عدم الولد الذكر. وطبعا دي مشكلة يا اخوان، انت لو ربنا اتزوجت وما رزقك ولد ولا رزقك ذاته جعلك عقيم، تمشي تشكو للشيخ ولا تشكو لله؟ ربنا سبحانه وتعالى في سورة مريم قال كاف ها يا عين صاد
ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى منه شيخه، نادى الأنبياء قبله، إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك شنو وليا. ده قال شكا للشيخ، ودي ذات جريمة ذاته، تمشي تودي مرتك للشيخ تقول لا يا شيخ ما جاني ولد، والشيخ اديك له كيف يعني، دي ذات خيابة، انت عارف تعرف الموضوع ده، دي خيابة، اديك له كيف، انا ما دارك كيف يعني كيف، يقول لك لا بدي بدي وكيف، انت تخليك مركز معي، ادي كيف يعني ولد. شوف في حاجه، في طريق، طريق واحد بس، طريق واحد، انه الراجل يجامع مرته ربنا سبحانه ويسال الله ربنا بديه او ربنا مداه، تمشي للشيخ، الشيخ ما عنده لك ولد، يطلق مرتك يعريس الشيخ يجامعها يجيب لك ولد، ولا يجامعها بالحرام، ثاني ما في طريق، ولا في طريق ثاني، اديها كيف. ربنا سبحانه وتعالى قال لله ملك السماوات والأرض، ونحن هنا الحمد لله في جامعة القرآن الكريم، لله ده شنو؟ ده خبر مقدم صح ولا ما صح؟ شبه جملة جار ومجرور، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، وتقديم ما حق التأخير الخبر المقدم يفيد شنو؟ الحصر والاختصاص، يعني الله براه لا فكي لا رسول لا نبي لا غيره، قال يهب لمن يشاء إناثة، ده الله، في ناس بديهم شنو؟ بنات بس، ويهب لمن يشاء الذكور، في ناس أولاد بس، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا بيتين ولدين ثلاثة أربعة إلى آخر، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. لو ربنا أداك ديل، أداك واحد من الأقسام الأربعة ديل، تاني ما بزول بيقدر يغيره. المهم قال مشى للشيخ، قال فأمره أن يحضر عنده بعد صلاة الصبح من يوم الجمعة واحدة من بناتي، فأحضر من اختارها منهن في الوقت المذكور، فمر يده عليها، الشيخ قال لك هبش البيت كده، ما قال كده، قال فمر يده عليها تاليا قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت عندهم الكتاب فقلبت ذكرا من حينها، وقد عاش الولد نحو من 55 عاما، وخلف بعد ولد يدعى أبي ورق، وهذه الكرامة مشهورة في بلادي أوضح من نار على علم، ولولا وقوفي على صحتها لما سطرتها هنا. ده كلام البرعي، قال لك بس مسح للبيت كده، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في أم رأسي خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وقالت عائشة رضي الله عنها والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة تحل له، ما بيجوز تهبش مرأة إلا تكون أختك أو محرم بالنسبة لك. لكن قال لك الشيخ مش صافحة، ده من فوق لتحت، عمل لا إسكانين كده، فهمت؟ عمل تظليل للكل، بعد ذاك مساحة كلها. الكلام ده بجوز يا ناس؟ ده كلام بجوز؟ وبعد الأسوأ من كده في العقيدة، عرفتها؟ الأسوأ من كده يا أخواننا العقيدة، إنه ده بيقدر يقلب بيت ولد. وربنا سبحانه وتعالى قال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ما بتقدر تغير خلق الله سبحانه وتعالى، ده كله من الكذب والباطل، والكلام يطول في الموضوع ده. ديل كانوا سبب انتشار الإلحاد في بلاد المسلمين. زول يجي يقول لك يا أخي الناس ديل استعبدوا أهلنا، الواحد داري يسافر داري يعرس، كم ما شاور الشيخ وقال له سافر أو عرس، ما ما ما, ما بيسافر ولا يعرس، الكلام ده ما حاصل يا ناس، ده الكلام الواقع والحاصل، ولذلك ديل جنحوا إلى هذا الإلحاد، وده برضو باطل. ولذلك المسلم الواجب عليه ألا يتبع جماعة وألا يتبع حزب ولا يتبع تنظيم ولا طريقة، ولا نحن تابعين لجماعة ولا حزب ولا نحن أنصار سنة ولا تابعين لناس، نحن شباب بنجي نبلغ الناس الدين، فهمت؟ ونقول لهم الله قال والرسول صلى الله عليه وسلم قال، دارين الناس يمشوا لقدام. أما الشغل ده شغل بتاع تفرقة للمسلمين وشغل محرم ما بيجوز، والكلام يطول والكتب موجودة، ولكن نفتح فرصة للأسئلة والمداخلات، حتى لو كان زول ما منتمي لتنظيم عنده سؤال أو استفسار، فالفرصة مفتوحة للمداخلات والأسئلة، فرصة مفتوحة للمداخلات والأسئلة والاستفسار. طيب نواصل، ولو في زول عنده كلام يرفع يده بندخله إن شاء الله. من السوء يا أخوان الحصل الناس ديل هنا عدم اتباع
منهج النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ ما قال هي الجماعة الفلانية، قام ذكر أوصاف، قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. دي العلماء سموها الفرقة الناجية، منهج معين. إذا أنت باريت المنهج ده، إذا أنت باريت المنهج ده، ربنا سبحانه وتعالى بينجيك، لأن ربنا قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ربنا قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فده المنهج. لما زال يجي يقول لا والله نحن كلام شيخنا ده ما بنوقع واطه ده بضل. لما زال يجي يقول لا لا يا أخ والله نحن ناس عندنا عقول واسعة. طبعا يا أخواننا العقل، ودي مسألة الشباب بيحتاجوها كثير، العقل يا أخواننا الدين ما جاء بيذمه ولا قال لك ما تفكر ولا تشغل عقلك. في آيات كثير ربنا يقول إن في ذلك لآيات لأولي الألباب، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، لقوم يتفكرون، للعالمين. فبتجي آيات بتحث الناس على التفكر والتعقل والتدبر، فهمت؟ لكن المذموم أن يكون العقل في مصادمة الدليل والنص. زول يصادم الدليل، وأول زول جاب العقل ضد الدليل وضد كلام ربنا هو إبليس. لما ربنا سبحانه وتعالى قال له أسجد لآدم قام اعترض، أول واحد شفت في الدنيا، في الدنيا دي إبليس. قال أأسجد، عمل فوق الواد عنده عقل يعني. في تعرف واحدين من الأحزاب، الواحد بيعتبر نفسه لما يدخل الجامعة كده يعني كأنه خلاص كل القيود وكل المسائل اللي هو بيعتبرها في روحه إنها بتأخر الناس، يقول لك لا دي ما بتنفع معنا، يعني لابد أنا أكون حر، يعني ما تقول لي دين وحاجات زي دي. وقال ما فاهم، شوف أنت عقلك ده ما بحصل أي حاجة، عقلك ده ذاته ما بحصل أي حاجة. عشان كده إبليس عليه لعنة الله قال أأسجد لمن خلقت طينا، قال لي لربنا سبحانه وتعالى، قال له أسجد للخلقت من طين. يعني عنده بعقله شنو؟ إنه الطين ده أحسن من شنو؟ من مادته هو، هو مخلوق من شنو؟ من نار، مش شايف إنه النار أحسن من الطين. والعلماء ردوا على كلام إبليس ده ذاته، قالوا له الطين أحسن من النار، لأنه الطين فيه السكونة وفيه البناء والتعمير، وأما النار فيها الخفة والطيش والهدم والإحراق. الطين ده بتبني بيه وكده، لكن النار بتحرق. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذم إبليس، ذمه وطرده من رحمته ومن لعنته. الزول اللي بيجي عارض الأدلة زول يقول له عذاب قبر فيه، يقول لا عذاب قبر ما في، احنا دارين نتحرر، يقول لك لا تتحرر كيف يعني، دي ما أمور بتاعت غيب، انت في الدنيا يتحرر، اعمل ركشة ب 12 لاستيك، اعمل لك عجلة تشغلها بالنووي، زول سألك ما في الدنيا دي اعمل اي حاجة، لكن ما تلعب في الدين، لأنه دي أمر آخرة، الآخرة ده غيب، غيبا احنا ما شفناه. الزول العاقل الشيء ما شافه ما بيتكلم فيه، عرفتها؟ يجي يقول لك لا عذاب قبر ما في. طيب عذاب قبر ما في ليه؟ الترابي قال لأنه قال الآن الأمريكا بتحرق والهنود بيحرقوا، يعني ديل الناس يلقوهم وين؟ قالوا بقى البودي ذاته قال 60% مويه، جسم الإنسان البودي 60% مويه بيتحلل، أهو شنو يعني؟ ربنا بجيبه. ربنا سبحانه وتعالى رد على هذه الشبهة التي قالها المشركون. ربنا سبحانه وتعالى قال وضرب لنا مثلا ونسي جنو خلقه. من هنا الرد بدأ. الأصعب إنه الكرسي ده أكسره كده وأدخله المكنة وأرجعه تاني، ولا صعب إنه أجيب لي مادة وأدخلها في علبة وأدخلها في شكل الكرسي حتى بعد ذاك أمرقه؟ الصعب وينه؟ الصعب التاني. قال لي إذا ربنا سبحانه وتعالى جابك من العدم، ربنا ما قادر بعد ما أنت تتفرق يجمعك؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا
النار ربنا قال أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. عرفت؟ ابن الجوزي رحمه الله من العلماء في كتاب تلبيس إبليس قال الصايغ الناس اللي بيصنعوا الختم بتاعت الذهب دي قال إذا أراد أن يجمع برادة الذهب قال ألقى عليها الزئبق. الناس بيعرفوا الكلام ده، الناس اللي بيمشوا الذهب بيشتغلوا بالزئبق مش لأنه بجمع الذهب. قال أفلا يستطيع العليم الخبير أن يخرج الإنسان بعد أن يتفرق في الأرض؟ إذا كان الصايغ بالزئبق بمرق بجمع الذهب، ربنا سبحانه وتعالى الخلق الصايغ والخلق الزئبق والخلق الواطا اللي تفرق فوق الزول ده ربنا ما يقدر يجمع الإنسان؟ ها؟ عشان كده يا أخواننا الزول اللي بعرض الدين بعقله يقول ده عقل، نقول له أنت ما عندك عقل لأنه عقلك ده قاصر، العقل ده قاصر. أبو جهل زمان لما النبي صلى الله عليه وسلم ورام قصة الإسراء والمعراج طوالي جاء جاري لأبو بكر الصديق قال له أبو بكر الصديق أولم تسمع ما يقول صاحبك يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس ونحن نقطعه شهرا ذهابا وشهرا إيابا. قال بالعقل كده ما ممكن، نحن في مكة عشان نمشي بيت المقدس دار لا شهر مشي وشهر جاية. صاحبك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال امبارح في ليلة واحدة بس مشى لبيت المقدس. شو أبو بكر الصديق المؤمن عنده العقل الكامل أكمل من ذاك ولا مقارنة. قام قال له نحن نصدقه في خبر السماء، أفلا نصدقه إلى بيت المقدس؟ هل أبعد السماء ولا بيت المقدس؟ ها؟ هل أبعد السماء صح؟ طيب لو الليلة جبنا أبو جهل ده وجبناه مطار المطار وركبناه طيارة وشاف بيت المقدس وجا راجع هيحصل له شنو؟ هيتحسر مش؟ يقول والله أنا معناه كنت بليد ساكت. عشان كده ربنا قال عنهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. الزول ما يعارض ساكت. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر قصة رجل من بني إسرائيل قال عمل جميع الموبقات فجمع أبناءه عند موته وقال إذا أنا مت فاسحقوني وانتظروا بي يوما ذا ريح شديد فذروا نصفي في البر ونصفي في البحر فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبوا أحدا من العالمين. قال ففعلوا به ذلك فقال له الله كن فكان. قال عبدي ما حملك على ذلك؟ قال خشيتك أو خشيتك فغفر له. ده ربنا جابه ولا ما جابه؟ ربنا في القرآن ما ضرب لنا أمثال. ربنا سبحانه وتعالى قال أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. دائما أنت تخلي القرآن ده حجتك ما تتغشى. في ناس بيحس نفسه أنه كده دون، يقول لك يا أخي العلمانيين دائما بيقول لنا ما تناقشونا بالقرآن. قول لي انت خليك من انه قران وكلام رب العالمين، اعتبره اي شيء انت، ما هو كافر، اعتبره اي شيء. رايك شنو في الحجه بتاعت القران دي؟ ربنا قال او كالذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها قال انى يحيي هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت الملك؟ قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ده ربنا ضرب لنا مثل وقع عديل. ده بعد ما مات 100 سنة ربنا بعثه وبعث الحمار ووراه كيف بيخلق. تاني بعد ده في طريقة ليزول يتكلم عن كلام زي ده وجاء أنكر أشارات الساعة وغيره ونزول المسيح وأنكر أمور معلومة من الدين بالضرورة وأنكر الزكاة الترابي وأنكر غيرها من الأمور. ولذلك يا أخواننا شوف أي زول داري عرض الدين بعقله هو وبهواه وده ما عقل ذاته ربنا سبحانه وتعالى بذله بينذل وقصه ما تلاوز من زول. في ناس بيلاوز زول ما شاء الله تلقاه بيقرأ جامعة زي دي وجامعة فيها علم شرعي وكده ومعه حجة من الأدلة من الآيات والسنة تلقاه بلاوس
لك يا اخي الناس ديل خطرين يا اخي، لا نازل عندهم كلام عجيب، ما عندهم اي حاجه، ما عندهم اي شيء. ولذلك يا اخواننا الانسان اذا اعتصم، ربنا قال ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. طيب قال سؤال، ما هي علاقة أمريكا بالصوفية وأسباب زيارة السفير لهم؟ لأن أخواننا أصلاً الأمريكان ديل ربنا قال عنهم اليهود والنصارى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى شنو؟ تتبع ملتهم، يعني لغاية ما تباري دينه. نحن ما بنقول أن كل الصوفية كفار أو كلهم مشركين، لا ما بنقول كلام زي ده، لكن بنقول القادة ديل وافقوا اليهود والنصارى زي ما اعترفوا هم ذاتهم. واحد اسمه ليزيريك الآن قاعد في أمريكا قال الكلام ده في قاعة الصداقة، القاعة الكبرى ذاتها، قال نحن قال جلسنا مع مراكز بحثية ومع مجلس الكنائس ومع الكونغرس في الصف الأول ووكالة الأمن القومي ولا شنو ما بعرفه الصف الأول، قال وخرجوا أن التصوف هو الإسلام المعتدل. الخرجوا ديل منه ديل الكنائس والأمن القومي والإدارة الأمريكية البيت الأبيض. ليه؟ لأنه ناس البيت الأبيض بيقولوا يا عيسو، والإزيري بيقول يا بتلتلو، فهمت؟ ما واحد أصو ربنا قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى دم حروف الغايات تتبع ملته لغاية ما تباريهم. وديلك لو نادوا النصارى لو نادوا عيسى براو ده تلقاه بنادي 500 واحد، عين يمين نادي بسكين، عين شمال نادي الكمال، عين ورا نادي بشرع، عين فوق نادي أهل الزوق، عين تحت نادي بمسك، عين صعيد نادي عوض الجيد. ديل كم هسي؟ ها؟ فهمت؟ يا البادراب أبقوا قراب، المكاشف الشهير من التأخير بيكتبوها في البص السياحي، فهمت؟ وماسك المنافسته كويس؟ وغيره من الهوس، الهوس الموجود عندنا. يا رجال العلفون الأسرع من التلفون، يا سابقية، يا سابقية، قبل ما تقول يا بيجيك قال نادي ريكينيك كالبرق ريمش، ده واحد تاني، يلف الغرقان سوال وينش. شوف الكلام ده كيف، وذاته وينش جوا البحر وغرقان يجيبوا له وينش. المهم ده شوف الكلام ده كيف. ولذلك أخوانا التصوف ده في النهاية بيرجعك لأخطر من زمن أبو جهل. هنا بتلقى في الكتاب ده قال درجات الأولياء على ثلاثة، الصفحة كم؟ درجات الأولياء على ثلاثة، وعندهم الشيخ بيحيي الأموات، ها 116 مش؟ درجات الأولياء على ثلاثة، الأولياء قالوا ثلاثة درجات. وطبعا يا أخوانا الولاية تختلف بالإيمان والتقوى. ربنا قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والإيمان بيزيد بالطاعات وينقص بالمعصية. في زول تلقاه ما شاء الله محافظ على قيام الليل والأذكار والصلوات الخمسة، وفي زول بعد مرات تلقاه بيفرط، فالإيمان بيتفاوت، لكن قالوا ديل ثلاثة بس. طيب نشوف، قال الشيخ إدريس ودى الأرباب بفركة، الفركة ده برضو ولي، قال جاته فركة اللي هي قطعة قماش من الجنة. المهم كده نشوف، قال ثلاثة أقسام، كبرى ووسطى وصغرى. قال فالصغرى أن يطيروا في الهواء وأن يمشوا على وجه الماء، ده الولي البرلوم بيطير فوق وبيمشي على وجه الماء، فهمت؟ قال وينطقوا بالمغيبات، يعني يتكلم بالغيب. وربنا سبحانه وتعالى قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قال والوسطى أن يعطيه الله الدرجة الكونية إذا قال للشيء كن فيكون، وهذا مقام دفع الله ولديه. انتوا رأيكم شنو في الكلام ده؟ قال دي قبل الأخيرة، قال درجة ولده بيقول للشيء كن فيكون، واللي بيقول للشيء كن فيكون منه ربنا قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ودي كتب الصوفية ذاته، كتب وبتاع القادرية قال وأعلم نبات الأرض كم هو نابت، وأعلم رمل الأرض كم هو رملتي، كم شجرة في الوطا قال أنا حاسبة، كم رملة أنا عارفة، وأعلم موج، وأعلم علم الله أحصي حروفه، وأعلم موج البحر كم هو موجتي. هذا الكتاب ده، كتب دي الآن منتشرة بتاع الطرق، لكن المشكلة الناس ما عارفينها، وده السبب بتاع الضلال. ناس يقول لك الدولار زاد والأسعار زادت ورسوم الجامعة زادت والأكل زاد والشاي زاد والأمور بقت صعبة، سببها شنو؟ الشرك.
ربنا سبحانه وتعالى قال ظهر الفساد في البر والبحر، قال ابن كثير في التفسير أي غلاء الأسعار وجور السلطان وذهاب البركة، قال بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبله كان أكثرهم مشركين. وربنا قال لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. ربنا قال فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفر. وربنا قال وضرب الله مثلا قرية دي مكة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، لأنهم الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لهم أعبدوا الله براو قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب. ولذلك الواجب على الناس إنهم يتوبوا يوحدوا الله سبحانه وتعالى ويخلعوا هذا الباطل، ده كله باطل، ده المؤخرنا المؤخرنا. يقول لك الولي بيتصرف في الكون، ده الصوفية، الكون أعلاه أسفله في طي غبضتنا. طيب ما تتصرف في إسرائيل دي الحارقة فشفاشنا دي، تصرف فيها، يتصرف في أمريكا دي نشف ريقه كويس، لكن كله يا أخواننا شغل بتاع إرهاب للناس المساكين وأكل لأموالهم بس، ما في أي حاجة. طيب فدي العلاقة إنه زاروم عشان ينشروا الكلام ده، لأنه ده دايرين إنه اليهود والنصارى دايرينك إنك تكون ما عندك علاقة بالدين الجبي والرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم جاب الإسلام اللي بيرفعك ويعزك وتكون إنسان زول عزيز، ما زي ما قال البرعي قال أستاذك يا فقير كن عنده ذليل حقير له أتبعك الصغير، لا تميل أبدا لغير، يعني ما تمشي من السمانية للختمية مع إنهم كلهم صوفية، ولا من الختمية للتجانية ولا من التجانية للكزنزانية ولا من الكزنزانية للسهرة وردية ولا للجستية، فهمت؟ ولا للختمية ولا لشيخ اللمين بتاع التكسي، لا 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 خليك مع الشيخ. قال أوعك تميل أبدا لغير، ليه أخدم من غير إيجار، أوعاك من الكجار ومعاملة التجار في كربك عنده بتغيثك جنده لا تضحك عنده. شوف العبودية دي كيف، بس تكون قاعد كده بس، كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل، لو قلبت المغسل الميت وجردته من ملابسه وقلبته وعملت له أي حاجة بيعمل لك شيء؟ بيعترض عليك؟ عشان كده بقول لك لا تعترض فتنطرد. الشيخ لو بيسوي حتى في فواحش، هنا قاعدة فواحش عادين، لو شفت الشيخ بيزني يقول لك لا ده في الظاهر بيزني لكن في الباطن وقاعد يعزم ليه وحدة، انت ما فاهم والله جد ما هذا الكلام. لو بيشرب مريسة، انت ما شفت خليل الرومي هنا، خليل الرومي، خليل الرومي صفحة كم؟ ده دين يا أخواننا. هم قالوا نحن بنعبد الله لغاية ما نحصل مرحلة بتسقط مننا العبادات ذاته. خليل الرومي الصفحة 112 عرفته؟ قال أصفو ضنقلاوي جابري، ده كلام الضيف الله، ده الصوفي ده ما نحن، والكتاب ده أخذ به دكتورة من جامعة الخرطوم بعد ما انتهى منه وناغشوك قال له خلاص يا سلام انت عندك الآن درجة الدكتورة، نشوف في شنو جوا. قال قدم الصعيد وتعبد في سركم 7 سنين ثم جابوا الحاج عمارة وسكن دادول، طبعا مكتوب بالداري زي ما قلت لك، وبنى مسجده فيها، ظهرت له كرامات وخوارق عادات، منها أنه جاء رجل وقال شردت لي خادم منذ عام فاسأل الله يردها لي. قال لها الشيخ عندي خادم شردت لي، الزمن ذاك الزمن ذاك كان في خادم في خدم عرفتها، قال لها أسأل الله يردها لي. لغاية هنا أخواننا ما في مشكلة، تقول لأخوك يا أخي الامتحانات قربت أسأل لي الله ربنا يوفقني في الامتحانات، ما في شيء يا أخوان، لكن هو هل عمل كده؟ قام قال له فقال له جيب برمة مريسة وبصلتين وديكا خصيا. انت طبعا فهمت البرمة وفهمت البصلتين، لكن الديك الخصي دي القوين حصل لقاك ديك خصي، لكن دي ما قدم التصوف، اوعك تعترض على الشيخ في ديك خصي وفي فارطرش في قعون جعاقة والدين في سحلية عزباء فهمت وفي فارطرش كله فيه. قال شنو؟ قال فجاب الرجل برمتين وبصلتين وديكين خصيين، لقى الديكين خصيين، قال فصف المريسة وشربها هو ودناقلته والذين معه. لا طبعا الشيخ ما دايره
بالعكارة حقتها، قام صفاه قال لك. قال ثم جاء الرجل وقال له أين خادمي؟ قال له شيل الشجر، يعني أمشي الشجر ده، وقل يا بخيت ثلاث مرات. قال فذهب وقالها، فجاءت الخادم شايلة قربة ماء وحبلة على وجهها، قالت له يا سيدي إن جابك هنا هذا بحر أدبر، وقال لها هذه سنار أداك مشي. شوف الكلام ده، دي كرامة. أنت عارف ذاكرها هنا ليه؟ لأنه قال لك كتاب الطبقات في خصوص الأولياء والصالحين والعلماء والشعراء في السودان، دي كرامات. تشرب المريسة عادي، في الظاهر مريسة لكن في الباطن كوكاكولا، فهمت؟ ما تعترض على الشيخ ده، ما التصوف كده يا ناس، ولا التصوف كيف ده التصوف كده، تنادي غير الله، تبقى عبد الشيخ، تعبد القبور، تتمسح بالقبر، الشيخ يكتب لك حجبات التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة الشرك، يلبسك حجاب كل نجوم ومربعات، تقول الشيخ داري حول لك رصيد، فهمت؟ وغيره من الهوس وبخرات، تكون قاعد ينزلوا فيك بطانية وبخرات ويشربوك سكن سكن سكن، يشربوك له جوا بطنك، فهمت؟ يجيبوا لك مرض، فهمت؟ فما لكم على الهوس ده، كله هوس ساكت، والله ما من الدين في شيء ولا يقربك لله في شيء. طيب في سؤال ثاني، لكن قبل السؤال نفتح فرصة للأسئلة والمداخلات، لو في فرصة. ها الصلاة جات؟ فضل كم للصلاة؟ ربع ساعة؟ خلاص فرصة قبل الصلاة ونواصل إن شاء الله بعد الصلاة، خمسة دقائق أو ثلاثة دقائق نرد على سريع ونواصل بعد الصلاة إن شاء الله، فرصة مفتوحة. حتى لو طالب ما منتم يا أخواننا، الأركان دي ما حقت الطلاب المنظمين السياسيين ديل، وديل أكتر ناس، شوف دارت أشوف أكتر زول في الجامعة ما عنده موضوع ديل المنظمين ديل، أكتر زول ما عنده موضوع، واحد تلقاه قاطع نص يا أبو الزنان وافتكر وينه وين بسغت بسغ شنو، انت ما عندك اي حاجه، والله ما عندهم حاجه. اكثر ناس مرض في الجامعه دي الناس المنظمين دي، والله ما عندهم. اوعى وشك، طبعا الطالب العادي لانه بيحسن الظن بالناس، عرفتها، وبيحترم الناس وكده، بيجي بيشوف انه زول المنظم ده زول فاهم، يقول لك الزول ده راسه ملان، ما راسه ملان، راسه انظف من صحن الصيني بعد غسله بالماء وصابون البودره. ولو في واحد من المنظمين، انا قصدي المنظمين، داير يخش الفرصة مفتوحة لك، نحن لا شايلين سكين، لا منتمين لداعش لا غيره، نحن بنناقشك بالحجة بس بالمنطق، مش انت بتاع انبسغت وتمحورت وتبلورت ثم تفجخت، تعال خش. ما عندهم حاجة والله، تنظيمات ساكت. وسندق آخر مسماري في نعش الجبهة الفاشستية الجاسم على صدر شعبنا كاتم أنفاسه، في ثلاثة بصف يقولوا، فهمت؟ ما في موضوع يا ناس، ما في أي موضوع. والكلام اللي بيقولوه ده هنا عن الحكام وما الحكام، ابوك في البيت بيقولوا، فهمت؟ الجرجير نقص ينبز الحكومه، مع انه نبز الحكومه ما بجوز نحن عندنا، الحاكم المسلم ما بجوز تتكلم فوقه قدام الناس، داير تنصحه تمشي له في البيت او في مكتبه او في غيره، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اراد ان ينصح لذي سلطان فلا يبده علانيه، ولكن لياخذ فيما بينه وبينه، فان قبل منه فذاك، والا كان ادى الذي عليه، فهمت؟ ده نحن دي عقيدتنا. لكن بعد ده كله ما عندهم موضوع، زول ما عنده موضوع اللي بيتكلموا ديل، ما بيجي بقدم معلومة مفيدة الطلبة يستفيدوا بها في دينهم أو في دنياهم، عبارة عن كله مشاكل. وده اللي بيقفل الجامعات، بس الجامعة دي ما كانت مقفلة البحر الأحمر قبل فترة، سببها شنو؟ الناس لو الزول عنده يا أخواننا راسه ملان، الزول لو راسه ملان ما بيشاكل، ما بشيل له حاجة ولا شنو؟ أنت لو عندك منطق أغنى عن الناس دي، لو انت منهجك حق. لكن ديل تلقاهم بالشاكل، ودي شايلين سيخ، ودي شايلين ما اعرف بومبان، ودي سواطير، يا ناس دي جامعه، دي جامعه، انتوا لو دايرين هناي البسوس والفجار امرقوا برا الخلا ذاك الساكك، والله ما نجي نحجزكم، امشوا، فهمت؟ ده ما محل بتاع، ده ما محل بتاع شكل، ده محل بتاع علم. وما حصل يا اخواننا الكفار، الكفار ذاتهم ما حصل، شوف سمعنا او شفنا في جامعه من جامعات الكفار مره واحده انهم بيشاكلوا في الجامعات، مش بيشاكلوا، انهم في حفلات في الجامعات، في حفل استقبال الطلاب الجدد ولا ما في، جيبوا لك فرقه شنو كده الكوميديا، والفنان زعيط اركويت، وفنان مين كده سمير الدنيا، في ولا ما في استقبال الطلاب الجدد، في ولا ما في؟ الكفار عندهم استقبال الطلاب الجدد في جامعه تكساس، تكساس ديل العقول عندهم حرام، ليه ما بيعملوا؟ لانه ده محل بتاع علم، زول بيتعلم. لكن التنظيمات دي ما عندها حاجه تقدمها للناس، بس عبارة عن ناس انت بيستفيدوا منك كطالب
عشان شنو؟ عشان تجي بعدينك الانتخابات تبقى معاهم، فهمت؟ وبعد ذاك هم يبقوا حكام، الواحد يبقى رئيس وما بتستفيد منهم اي حاجه، بيضيعوا لك شبابك، تقعد في الجامعه هنا ويربطوا بيك وما تقرا واهلك راجنك وانت في نفسك دار تتزوج وعندك طموحات دار تحققها في الدنيا دي، فهمت؟ فانت ما بتستفيد منهم حاجه. ولذلك نحن يا اخواننا التنظيمات دي نحن بنتحداها، اي تنظيم في راسك نحن بنتحداه انه يجي يناقش بحجه وبدليل، واي تنظيم نحن بنحاكمه لمنهجه، ونحن منهجنا الكتاب والسنه بفهم السلف الصالح من الصحابه والتابعين. تعال حاكمنا بمنهجنا ده، تعال حاكمنا. ما في تنظيم الان بيجيك بمنهج واضح، ما في شعب بيجي من البدايه يقول لك عذاب قبر ماف ما اعرف شنو كده، ما في صوفي بيجي يقول لك اعبد غير الله من البدايه، ما في شيوعي بيقول لك الله ماف، ما في كوز ما عنده منهج ذاته، ما بيجوك من البدايه، بيجوك بالحفلات وبيجوك بقعدات وبجلسات ونحن وسوف نعمل، وبعدين لما تتخرج بنشغلك معانا كله هوا ساكت، عرفتها؟ ولذلك نحن نصيحتنا للطلبة إنه الناس دي التنظيمات دي ما عندها حاجة، الناس تختار بس تختار، خليها رجل هنا ويفوت. طيب فضل كم للصلاة؟ الزمن جاء نحن بنقيف إن شاء الله للصلاة ونواصل بعد الصلاة إن شاء الله، إذا كان في أسئلة وكده مداخلة.